عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم عنا صيحة فزاعة من سامي الطهري، قال إنه الشعب لا يدرك ما فعل وزير المالية في واشنطن اللي هو علي الكعلي، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطهري أن الشعب لا يدرك إلى الآن ماذا فعل وزير المالية علي الكعلي في واشنطن. عدا الوثيقة المسربة التي تفرعت عليها التزامات أخرى خطيرة تمس من سيادة البلاد، وفق ما أفاد به اليوم في تصريح إلى شمس أفام. وقال الطهري خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد إن الاجتماع يأتي في ظروف صعبة جدا، تعمق الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد المدعومة التي كان من المفروض أن لا تتم، خاصة وأنه لم يقع الحديث فيها مع أي طرف اجتماعي، بالإضافة إلى ما يخطط له وزير المالية فيما يتعلق بديون تونس وغيرها من المفاوضات الجارية. والله ربي قدر الخير من جد. عفوا، تونس داخلة في هاوية. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.